الجبلة فتحت الباب أمام موضوع الصقلاوية، نريد ملاحظاتكم فيما يتعلق بالصقلاوية وبعد ذلك فيما يتعلق بجبلة. نعم، مساء الخير عليكم مساء وتحية الورد. طيبة لمشاهديكم وضيفتكم الكريمة. يعني للأسف الشديد هذه الجرائم والحوادث تهز الثقة أكثر بالمؤسسات الأمنية. ما حدث على أقل تقدير الحقائق الموجودة هو حادثة قتل جماعي وقتل خارج إطار القضاء، وبالإمكان باعتبار أن هناك مؤسسة أمنية كانت يعني حسب ادعائهم وتصريحاتهم أنها كانت في مواجهة مع مشتبه بهم بالإرهاب، وإن تغيرت هذه القضية لاحقا، ولكن القانون الدولي الإنساني يفرض على الجهات حتى لو كانت يعني في مواجهة مع عدو أو إرهابي أو مجاميع إرهابية يفرض عليها حماية المدنيين. فإذا هناك إن لم نتكلم عن قضية المجني عليه والتهم التي وجهت إليه والتي ثبت يبدو أنه بعد ذلك أنها غير صحيحة، لو تكلمنا فقط عن المدنيين فهناك انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. إذن هناك عنصر دولي في الموضوع، وبدون تطبيق العدالة بكل تأكيد قد يدول هذا الملف وتوجه تهم ضد مؤسسات أمنية وحتى ضد شخصيات في الدولة العراقية. نعم، تكلمنا عن الثقة، وهذه الثقة إن فقدت من خلال هذه المؤشرات سواء هذه أو قبلها في قضية التظاهرات، وستعيدنا إلى أبعد من ذلك، قضية الصقلاوية وغير قضية الصقلاوية، قضية المغيبين والكثير من الحوادث التي يبدو أنها حدثت ولكن بسبب عدم وجود إعلام وعدم وجود إثارة للرأي العام نسيت ولا نعلم عن تفاصيلها، مجرد أرقام قتلى ومصابين نتيجة عمليات عسكرية.